الدري عنده 10 سنين لانه كيقرا في الرابع في المستوى في القسم الرابع. انا والدري هو الحاله ديالو كيفاش دايره وكي انا كنهضر ابي الفيديو من المستشفى ديال محمد الخامس مدينه اسفي، انه الا كان خطا طبي بغينا نعرفوا ان الناس يتحركوا ويشوفوا لنا ولدي ونوجه النداء ديالي لله سبحانه وتعالى والناس مسؤولين. عضو 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 ديال الكلب السبب ديالو عضو ديال الكلب ودقه ديال البراواز. انا والدري كان كيمشي على رجليه كيجري كيلعب كيلعب كره كيدير اي حاجه. في رمشة سوهين الدري وقع لي بحال ما. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا وقبل كل شيء كنوجه النداء ديال الله سبحانه وتعالى ان الناس مسؤولين. انا عندي ولدي تعرض لي لعضه ديال الكلب بسبب عضه ديال الكلب تقولي لي باكسا ومريض لي دابا 7 شهور. دابا 7 شهور دابا هو في السبيطار ديال محمد الخامس اسفي وتنقل لمدينه مراكش اللي دوز فيها تقريبا 4 شهور من شهر 10 لحتى شهر 2. ودابا الدري انا رجعته عاوتاني خرجوه ليا قالوا لي ديه للدار ورجع الدري دابا كاين في مدينه اسفي دابا. وانا بالدري دابا في حاله خطيره وكنطلب من الناس مسؤولين انا والناس مسؤولين على وزاره الصحه انهم ينتبهوا لهذا الدري هذا ويشوفوا بعين الاعتبار ديالو ليه. انه الدري راه كيضيع نهار على نهار، ان الماكله ديالو كياكل غير كيتقوت غير من النيف ديالو، وان الماكله ديالو كتجي من برا وما كاينش في المغرب. وان الناس محسنين انهم اللي صيفطوا لي لاباري هذه اللي جابوها لي من برا، والماكله الناس المحسنين كيجيبوا لي الماكله ديالو. وانا كنوجه النداء ديالي لله سبحانه وتعالى والجميع ان باش يشوفوا هاد الناس هادو ناس مسؤولين. الدري عنده 10 سنين دابا، الدري عنده 10 سنين كان غادي خارج بداو عضوا الكلب هادي ديال حدانا هادي الجيران ماشي شي كلب مسعور ولا شي حاجه. انه كان السبب ما بغيتش انا ولدي طاح في خطا طبي ما يطيحش ولدي وولدك وولد الجميع، انه الناس مسؤولين انهم ينتبهوا لهذا الشيء هذا. انا بغيت الناس هما كيفاش طرالي عضوا الكلب مشيتوا للمستشفى؟ عضوا الكلب مشينا للمستشفى تقولي المصحه هذا تقولي البرا الاولى البرا الثانيه ما كاينش الدواء تيجي الدواء نعيطوا لك فاش عيطوا تقولي البرا البرا الثالثة اللي غادي يعاود يدوك الدري مرات فيها دابا في حالة خطيرة. لا ما قال لي ما كاينش الدواء تيجي الدواء. يعني هذا هو السبب الإهمال ديال لأنه دابا ما كاينش الدواء دابا ولدي تعرض لخطأ طبي. وكون بقى ما دقيش لي كاع البرا ما يوقعش لي داك الشيء. كون ما دقيش لي كاع البرا ما يوقعش لي هذا الشيء. كون خليته كاع منه ما دقيش لي لا برا لا والو ما يوقعش لي هذا الشيء هذا. انا غنعرف انني انا نتحمل المسؤوليه انا ما دقيتش البرا، ولكن من ناحيه المسؤوليه على راسي ودقيت البرا انه الدري ضاع عليا دابا. الدري ضاع مشى دابا ما تياكل ما تيشرب ما تيتحرك ما لا بيد لا برجل لا بوال. دابا حتى الماكله تياكل غير من النيف ديالو باش كياكل. كندوزو الماكله ديالو خاصه السيروم كيجي من برا الماكله كيجيبوها المحسنين ما كايناش حتى في المغرب ما كايناش. انت الا بغيتي في المغرب خاصك دوموندي لها 8 ايام ولا 10 ايام يلاه عاد باش توصلك. وما كايناش الماكله هنا كاع في المغرب ما كايناش. والناس الماكله باش كياكل دابا بلاباري دابا جابوا صيفطوا لي الناس من برا لان صيفطوا لي المحسنين من برا. لا الكلب مربين الناس مربين ماشي كيما الكلاب في الدار ولا شي حاجه الناس مربين وعادي الجيران صافي. هذا الجيران نلبسوا غير في الجيران عضه صغيره ماشي عضه كبيره ولا شي حاجه. هيكل عظمي جو التهامده دابا حاليا دابا جو التهامده كنقولها وكنعاود نقولها وكنتحمل المسؤوليه ديال هادشي اللي كنقول انا فيه. انا كنتحمل المسؤوليه ديال الله. نعم اسيدي دابا كاين دابا حاليا دابا في مستشفى ديال محمد الخامس مدينه تاسي. دابا ما كيديروا ما كاين لا دواء لا والو دابا حاليا دابا ما بقى يستعمل لا دواء لا والو غير مريح دابا كناعس كندوزو لي الماكله صافي هادشي اللي كاين عندي. قال لي ما كاينش علاج، صافي العلاج ديالو انتهى في مراكش. مراكش قال لك انتهى العلاج ديالو ديال الدار، وانا الدري غندير ليه؟ ما عنديش الامكانيات باش غنكون بهذا الدري. دابا كياكل من النيف ديالو باش كياكل. من النيف ديالو باش يدوز الماكل. سبب عضة الكلب واهمال طبي. خطأ طبي. انا كنوجه النداء للناس مسؤولين والناس محسنين انا نشوفوا هذه الحاله ديال الدري هذا. انا ولدي ضاع عليا، وما بغيتش ولدي وولدك يضيع. مدينة أسفي محمد الخامس مدينة أسفي داتو الوالدة عندي الوالدة عندي هي اللي داتو هي اللي كاينة بالدراري تما. أنا كاين هنا كنقلب على طرف ديال الخبز الوالدة اللي كاينة تما هي والدار عندي وولادي وكلشي كاين تما بالبلاد داتو قالوا لا ما كاينش الدواء تيجي الدواء تقولي الدواء ملي جات تقولي لي فاكسان الأولى الثانية ما تقولهاش قال لي ما كاينش الدواء.
تيجي ونعيطوا لك. ملي عيطوا لها دقي لي فاكسا الثانيه، الثالثه ما دقاش مرض فيها. مرض نهار 5 في الشهر مرض ليا، نهار 15 10 2020. كيتابع الدراسه ديالو من مشى فاش فتحت المدرسه 3 ايام كيمشى للمدرسه. نهار 4 ايام صافي صافي مشى ما بقاش مشى للمدرسه لحد الان دابا. من نهار 13 شهر 10 حتى نهار 2 شهر 2 هو في مراكش. ودابا راه رجعتو دابا راه كاين في مدينه مراكش. كنطلب من الناس المسؤولين والناس المسؤولين على وزاره الصحه انهم ينتبهوا لهذا الدري هذا وينظروا ليه بعين الاعتبار انه يديروا كانه ولده ولد خوه ولد عمه ولد جاره ولد فاميلته انهم ينتبهوا ليه ويشوفوا الدري تاهو يرفعوا من المعنويات ديالو شويه تاهو يعالجوه ليا الدري. انا ولدي ضاع ليا، انا ولدي كنشوف فيه حاليا ضاع، ولكن كندير الاعتقاد ديالي في الله سبحانه وتعالى ما نتمنى هادشي ما يكونش. وكان وانا كنحمل مسؤوليه الناس اللي دقوا لي البرا انه لو ما كانش البرا وما كاينش البرا وما موجوده لا براوات لا ولا ما كاينش الدواء ما يدقوش البراوات. انه يقول لي البرا ما كاينش الدواء وندي ولدي انا ما ندقش البرا ما يوقعش بهذا الخطا هذا. ما درت لا شكايه الله سبحانه وتعالى اولا. انا كنشكي الله سبحانه وتعالى دابا. انا ما باغي حتى شي حاجه، انا باغي ولدي يتعالج لي. انا باغي ولدي كيف كان كيف رجع لي ولدي. انا ولدي كان كيمشي ولا دابا الا ما هزوش جوج ما يتهش. ولا ما وكلش الماكله من نيفو ما يتقوتش، ولا ما دوزتيش الماء من نيفو ما يشربوش. والماكله ديالو خاصه، الماكله ديالو كتجي من برا. انا ما عطاونيش حتى شي ما حلوش شي كبه من راس خيط. حتى الدوسي ديالو في مراكش ما عطاوش ليه، ما جاش معايا الدوسي كاع. الدوسي ما جاش معايا. ما عطاونيش الدوسي. انا في الدار البيضاء كنقلب على الطرف ديال الخبز، ولادي كيعيشوا في الاسفل. انا العمل ديالي بسيط، ماشي شي واحد نقول لك عندي باش القدره باش غادي نعالج الدري باش نقوم الادويه ديالو على باري ديالو راه داير واحد الثمن باهظ ما نقدرش نشرحو. انا تكلفوا الناس محسنين هما اللي جابوا لي هاد لاباري هادي الله يجازيهم بخير. وقع هاد العضله ديال الكلب وعطينا المعلومات ديال العنوان ديال فين وقع هاد الشيء. هاد الدري ولدي تعض ليا في قياده الغياس إقليم آسي، جامعة الغياس قيادة الغياس إقليم آسي. لا ديال جيراننا، كاع عندنا الكلاب كلشي مربيين الكلاب، اللي عايش في العربية وما عندوش كلب راه ما بحال ما عايش في البلاد. هادشي في البادية كنعاود لكم أنا، ماشي أي منزل وأي سكنة أنه اللي تواجد فيها كلب أو الكلبين. نعم لا مع 11 ديال النهار، ماشي في الليل، مع 11 ديال النهار. انا كنوتل ماشي من الكلاب دار الله ولا شي حاجه، الكلاب ديال الناس جيراننا، ماشي نقولوا من الكلاب دار الله ولا شي حاجه. انا كنوجه النداء ديال الله سبحانه وتعالى وسيدنا والناس المسؤولين على وزاره الصحه ان ولدي تعالج ليا، ان ولدي كيدير ليا نهار على نهار كمثل الماء يقطر قطره قطره، كل نهار كتنقص منه قطره قطره نقطه نقطه. انا ولدي صباح هيكل عظمي، انا لا اكل لا شراب لا والو، انه تياكل غير من النيف ديالو، شكون اللي غادي يقدر ياكل من النيف ديالو؟ انه ولدي راه كيضيع عليا، وانا كنوجه النداء ديالي لله سبحانه وتعالى، والناس المسؤولين، ولسيدنا، انه ولدي يتعالج ليا، والناس محسنين، انهم ينظروا لهذا الدري هذا بعين الاعتبار، وان كيما يكون ولدي غادي يكون ولدك. وكيما يكون ولد خويا يكون ولد خوك ويكون ولد الجميع. انا ما بغيناش الدري طاح في خطا طبي ولدي، ما يطيحش ولدك انت في خطا طبي. انه هاد الناس مسؤولين انهم بغيتهم يتحركوا ويشوفوا بعين الاعتبار لهاد الدري هذا اللي كيضيع نهار على نهار. وانا اللي كذبني يمشي يشوف، اللي كذبني راه في مدينه اسفي، راه 4 شهور 5 شهور في مراكش في مستشفى محمد السادس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.